ربنا يخليك يا مهربيه. اعملي حسابك انت معزومه على فرح منى اختي. معلش انا مش حاضر، عفيني. ليه؟ في الحقيقه انا مش بحضر لا افراح ولا حفلات، وحضرتك شايف كده مسؤولياتي كتيره، والساعتين بتوع الليل يا دوب بقعد فيهم مع الولاد. يا ستي هاتيهم معاكي، وليكي عليا ان انا اخصص لهم واحده تقعد بيهم طول الفرح. ربنا يخليك يا مهربي. معلش انا اسفه جدا، وبلغ تهنيه للانسه منى واقول لها الف مبروك وربنا يتمم لها بخير. هتزعل جدا ان انتي مش هتيجي، انت عارفه انها حبيتك جدا من كتر ما انا كلمتها عنك. ان شاء الله مره كده تبقى حضرتك تجيبها تزورنا في المعرض هنا. انا واثق انكم هتتقابلوا قريب، وقريب قوي كمان. الف مبروك على الحاجات دي، وان شاء الله عقبال ما تستلم الحاجات التانية قريب. يا عم سيد. انا اسف ان انا عطلتك. لا ابدا مفيش حاجه، عن اذنك. عم سيد. يا ترى اقدر اخد من وقتك دقايق؟ ماهر بيه. انا اسف ان انا جاي من غير ميعاد. لا ابدا، المعرض معرضك، اتفضل. مادام ده معرضي بقى ممكن اشرب معاكي فنجان قهوه؟ اه طبعا يا علي. ايوه يا ست نبيله. قهوتك ايه ماهر بيه؟ مظبوط لو سمحتي. اتنين قهوه مظبوط يا علي. حاضر يا ست نبيله. انت عارفه ان دي اول مره اعرف فيها اسمك؟ اصل انا بحب اتندى باسم ابني. ربنا يخليهولك. انا عارف ان لسه فاضل يومين على استلام الاوض، بس في الحقيقه بقى انا حبيت اعدي اسلم واشوفك لو محتاجه اي حاجه. الله يكون في عونك، انا عارف انك شايله مسؤوليه كبيره قوي على كتافك. ما تستغربيش، انا بعد اذنك سالت عنك. سالت عني ليه؟ أثرتي فضولي، حبيت اعرف ايه الظروف المحيطه بيكي، وايه اللي دفعك ان انت تحملي العبء ده كله لوحدك، خصوصا بعد ما حماتك تعبت، بالرغم من ابنها يعني الله يرحمه. ده تدخل في حياتي يا ماهر بيه وبدون استئذان، واسمح لي انا رافضاه. انا اسف جدا، بس بصراحه انا كمان يعني ما قدرتش ان انا امنع نفسي من الاهتمام بيكي والاعجاب بشخصيتك واخلاقك. انا لفيت بلاد كتيره في العالم وشفت نماذج مختلفه من الستات، لكن الحقيقه النوعيه الملائكيه الملتزمه دي انا ما شفتش. الو. ايوه دادا. ايه بجد حسام جه امتى؟ طيب يا دادا انا هروح له، قصدي هشوفه فين واروح اسلم عليه. طيب يا دادا ماشي، مع السلامه. معلش يا ماهر بيه انا مضطره استاذن عشان عم ولادي جه من لندن ولازم اروح اسلم عليه. ما تخافش يا حسين، ان شاء الله هتعدي على خير. انا مش مطمن خالص يا بلبله، انا حاسس انها لو عرفت موضوع جوازي من سلوى ده هتبقى مصيبه. دي مش بعيد تتبرى مني ولا تقطعني فيه. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ما تقولش كده. طب لو سالتك على حكايه الطلاق هتقولي لها ايه؟ هقول لها الحقيقه، هقول لها اني حبيت ان انت اللي تقولها لها عشان ما تزعلش منك تاني. اهلا يا ماهر بيه، اتفضل. صباح الخير. صباح النور ماهر بيه، من احسن الزباين عندنا هنا في المعرض يا حسين. اهلا وسهلا. اهلا بيك استاذ حسين. يبقى عم اولادي وابن الست سوريا صاحبه المعرض. تشرفني يا استاذ حسام. ده شرف لينا يا فندم. طيب هسيبك بقى تشوفي شغلك وهبتصل بيكي بعدين. ماشي، ما تضايقش نفسك بقى، ان شاء الله هتتحل. يا رب. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام. سلام. مع السلامه. اتفضل استريحي يا ربي. انا سعيد جدا اني بتعرف على قرايبك بالطريقه السلسه دي. اشمعنى يعني؟ انا دايما في الحقيقه بسال نفسي عنك وعن الناس اللي حواليك، انت حقيقي شخصيه فعلا مثيره للاهتمام. مش قوي كده يا ماهر بيه. انا لقيتي بقى الحاجه اللي انا كنت قلت لك عليها. ايوه هوري لك شويه حاجات وحضرتك تختار بينها. انا مش قلت لك مش هشوف حاجه، انا عاوزك انت تختاري كل حاجه وتديهم اوردر بتجهيز الحاجه فورا، وانا عليا ادفع وبس. يمكن انت علشان نقيتي له حاجات حلوه قبل كده في جهاز اخته فطمن لذوقك. مش عارفه يا دادا طريقته كده مش مريحاني ابدا. ايه حاسة كده ان نيته مش تمام؟ لا لا ابدا بالعكس، ده راجل في منتهى الذوق والاخلاق، بس اهتمامه زايد كده وساعات بيقول كلام غريب ببقى مش فاهمه هو يقصد ايه. خلاص مادام انت دغري وياه ومش مدياله فرصه انه يقعد يقول يعني انك انت بتقولي له حاجات كده علشان هو راجل غني وبيشتري، يبقى خلاص يقول اللي هو عاوز يقوله مادام في حدود الادب. لا من ناحيه الادب هو في منتهى الذوق والادب. هيبان مرة في مرة، هيبان. ويا خبر بفلوس، بكرة يبقى ببلاش. أهلا أهلا يا ماهر بيه، إيه النور ده؟ أهلا بيك يا متر، كويس أوي إنك لسه فاكرني. أصل في ناس بتعلم بسهولة كده وبيبقى صعب إنها تتنسي. ويسعدني إن أنا أكون واحد منهم.
لا اكيد طبعا ان ما كنتش اولهم. مديحك ده هيسهل عليا مهمتي اللي انا جاي علشانها. تحت امرك. شوف يا مترو ناقصر الطرق، بصراحه بقى انا جاي لك النهارده مخصوص عشان اطلب منك ايد الست نبيله اختك. نبيله؟ ايوه. انا عارف انها ارمله وان عندها 3 اولاد، ويمكن يكون غريب اني افكر في الموضوع ده لاني اصلا قابلتها في معرض حماتها. انا فعلا مش عارف الحكايه دي جت ازاي. يعني اقول لك، انا بصراحه انا سالت عليها وعرفت انها شالت حماتها في مرضها بمنتهى التفاني والحب بالرغم من ان الزوج متوفي. في الحقيقه انا احتكيت بمدام نبيله في اكتر من موقف ولمست فيها اخلاقها وتربيتها العاليه، واندهشت ان لسه في ناس بالاخلاق والكمال ده كله، خصوصا ان تجربتي الاولى من الجواز كانت تجربه قاسيه جدا. هي الله يرحمها بقى، لكن في الحقيقه رسبت جوايا صوره سيئه جدا للزوجه، وفوجئت بعكسه تماما في مدام نبيله. والله يا ماهر بيه انا مش قادر ارد عليك، لان ده موضوع القرار فيه مش بايدي، وخصوصا ان اللي اعرفه كويس عن نبيله انها وفيه جدا لذكرى جوزها، وانها عايزه تربي ولادها في حضن جدتهم، وكمان ووفائها الحقيقه لجوزها الاولاني الله يرحمه بيزيدني تمسك بيها اكتر واكتر. اما بالنسبه لاولادها وتربيتهم فمش عاوزك تشيل هم خالص. انا والحمد لله ربنا فتحها عليا من اوسع ابوابه، ومهرها عندي هيكون اكبر بكتير مما هي تتخيل، بحيث انها تقدر تامل لاولادها حياه كريمه، ده غير ان انا هعتبر اولادها هم اولادي بالفعل. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا احمد؟ والله انا بقول لك الكلام اللي اتقال. إيه وماهر بيه بيشتغل ايه يا احمد؟ ده ما شاء الله عليه من رجال الاعمال الكبار. انا بعد ما نزل عملت شويه اتصالات وسالت عليه في السريع كده، لقيته فعلا اسمه كويس في السوق. يا صلاه النبي، دي فرصه حلوه قوي يا نبيله، مش كده يا اختي؟ والله انا مش عارفه اقول لك ايه. تقولي لها كلمه الحق، تقولي لها ان دي فرصه كويسه وانها تستحق كل خير. محدش هيقدر يحسبها ويقيسها غيرك انت يا نبيله، هي فعلا فرصه كويسه، وانا لسه هسال عليه اكتر واكتر، لكن في النهايه القرار قرارك انت. ما هو مش معقول يا بنتي هتفضلي دفنه شبابك بالشكل ده، هتفضلي طول عمرك تخدمي في حماتك وشايله الهم بالشكل ده، ما تاخذينيش يعني. والله عندك حق، بس انا ما اقدرش الومك. وان كنت بتدوري على تربيه ولادك اهو جالي يربهم لك ومن وسع. فكري براحتك يا نبيله واحسبي حسبتك صح، ان الواحد يكون عنده مبدا ده شيء جميل، والوفاء والاخلاص برضه شيء جميل، لكن عدم ظلم النفس اجمل واجمل. احسبيها صح وقولي كلمتك من غير اي ضغوط ولا احراج من حد. يعني هي ما قالتش حاجه خالص؟ لا ما قالتش، فضلت تعيط واحنا نهدي فيها، وبعدين ما رضيناش نتكلم معاها تاني. غريبه قوي انها ما رفضتش على طول. وترفض ليه؟ طبيعي قوي انها تفكر مره واتنين وعشر، والطبيعي اكتر انها توافق. بالعكس بقى، انا اللي عارف نبيله كويس وعارف ايه اللي في دماغها بخصوص الموضوع ده. نبيله مش شايفه زوج او حبيب في الدنيا الا رياض الله يرحمه. هو ده بقى اللي خلاها انهارت بالشكل ده، وقعوا في صراع ما بين حسابات العقل ومشاعرها. حسابات العقل؟ طبعا، العقل بيقول انها لا يمكن ترفض عرض زي ده عشان تعيش متفانيه في ارضاء حماتها، لانها وعدت جوزها انها ما تتخلاش عنها. انا معاك يا بابا في رايك ده. انتوا عارفين لو نبيله وافقت على الجوازه دي ايه اللي ممكن يحصل؟ دي ماما ممكن تموت فيها. ولما كانت بتحكم عليها انها تتجوز وتتطلق وتاكل وتشرب وتلبس وتنام وتصحى، ونبيله ما كانتش بتقول الا حاضر، يا ترى ده كان بيريحها؟ بالعكس، ده كان بيزيد من تحكماتها. شوف يا احمد، انا مقدر رد فعلك، بس دلوقتي الوضع مختلف. ماما ما بقتش زي الاول. لو صحيح الوضع اختلف زي ما بتقول يا حسام، متهيألي يعني ما كنتش تقعد لحد دلوقتي مخبي جوازك من مدام سلوى على مامتك. لا معلش، انا كنت مستني اللحظه المناسبه، لكن لما تعبت ما كانش ينفع ان انا اجرحها. بلاش المهاترات اللي انتوا داخلين فيها دي، الموضوع اولا واخيرا في ايد نبيله. ايوه، وانا عن نفسي لو اخدت رايي هقول لها وافقي وعيشي حياتك، التفاني المطلق ده برضه ليه حدود. بقولك يا سلوى، يا ريت تحتفظي برأيك ده لنفسك، لأن نبيلة مشبوكة في دايرة من كل ناحية، ومحدش هيقدر يحسبها ولا يحلها إلا هي. أنا بقى
واثق ان ربنا ان شاء الله هيلهمها الصواب. ماهر بيه لسه ماشي من عندنا من شوية. ماهر بيه؟ ايوة، والراجل متمسك بيك لأقصى درجة. مع اني ما اديتوش امل يعني. والله الراجل شاف اللي جواكي وحس قد ايه انت انسانة كويسة، وهو فعلا هيتجنن عشان توافقي. الحكاية مش سهلة يا احمد. المهم ما تكونش صعبة. خلينا في موضوعك احسن. انا موضوعي منتهي، المهم موضوعك انت. انا مستحيل انسى رياض. محدش طلب منك انك تنسيه، هو حد فينا قدر ينساه؟ فما بالك انت بقى مراته وام ولاده. خلاص من فضلك قفل بقى على الموضوع ده. نبيلة انت موقفك كده مايع ومش محدد. عايزني اقول ايه يا احمد؟ تقولي او لا. مدام نبيلة. ماهر بيه. ما قدرتش استنى اكتر من كده، قلت اجي اشوفك واطمن عليكي، جايز الاقي رد على طلبي. ايه بتبصيلي كده ليه؟ ماهر بيه، انا منكرش اني انبهرت بيك وبشخصيتك ولفت نظري ادبك والتزامك واخلاقك العاليه، لكن لا ارجوك يا ريت من غير لكن. انا عرفت من ماما ومن اخويا العروض الكبيره اللي قدمتها عشان تتجوزني، وحقيقه انا شايفه ان ده كتير قوي عليا. انت تستاهلي اكتر من كده بكتير، انت بس اللي مش حاسه بقيمه نفسك. لا حقيقي يا ماهر بيه، انت فرصه واغراء كبير قوي وصعب ان اي واحده ترفضك. يعني افهم من كده انك وافقتي؟ يا ماهر بيه ارجوك تفهمني. وافقي يا نبيله، وافقي، وانا اوعدك انك مش هخليك تندمي ولا للحظه واحده. على فكره انا هادي ومسالم جدا ومليش اي طلبات غير انك تملي عليا حياتي وتنوريها. قولي اه يا نبيله، قولي انا موافقه عليك يا ماهر، وانا هخليك اسعد انسانه في الدنيا. قوليها يا نبيله، وافقي. ايه يا حبيبتي؟ خلاص يا حسام مسافر دلوقتي. لو عاوزاني اقعد هقعد. طب ودراستك يا ابني؟ مش مهم اي حاجه في الدنيا، انت اهم حاجه في حياتي، راحتك بس. خليك معايا عشان خاطري يا حسام. وبعدين معاك يا منال. الله، سيب اخوك يروح يشوف مستقبله. ولو احتجتيه في اي وقت هتلاقيه جنبي. بطلي عياط بقى ويه. وانت هتيجي تزوريني ولا هتنسيني؟ طبعا يا ماما، هجيلك كل يوم واجيبلك يوسف معايا. او النبي، لحسن كمان نبيلة هتسيبني وتمشي ومش عارفة هعمل ايه من غيرها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بنت حلال، لسه بقول لهم هعمل ايه لما نبيلة تسيبني وتمشي. انا مش هسيبك ابدا يا ماما، انا خلاص رفضت ماهر بيه. والنبي صحيح؟ ايوة يا ماما، انا لا يمكن اضحي بعشتي وسطيكم، ولا يمكن اسيب بيتي انا ورياض، ولا اهل رياض، ولا حب رياض اللي حايش عليه العمر كله. يا حبيبتي يا بنتي، ده العيشة في بيتي ووسط ولادي بمال الدنيا كله يا ماما. انتي انسانة عظيمة قوي يا بلبل، انا حقيقي فخورة بيكي. امال دي اصيلة وبنت اصول. مش جديد عليك يا نبيلة، انتي طول عمرك كده. صحيح يا ولاد، الواحد يعيش ويتعلم. انا ما كنتش شايفه قدامي غير المال وبس، كنت حاسه ان السعاده هي الفلوس، واديني عملت الفلوس واديني اهو قاعده لا حول ولا قوه. ما تقوليش كده يا ماما، ده انت كل اللي لينا في الدنيا. انا اللي وصلتك للي انت فيه يا منال، دماغي يا بنتي هي اللي ضيعتك. مليش نفسك فوق طاقتك يا أمي عشان خاطري. وانت يا حسام، أنا اللي ضغطت عليك عشان تتجوز نبيلة، كنت هضيع مستقبلك وخليك فاشل. ولا يهمك يا أمي، بس العلم كويس إن ده حصل، وإلا ما كنتش اتغيرت ووصلت اللي أنا وصلت له دلوقتي. وهي كل حاجة اتصلحت يا ماما، وإن شاء الله تقوم لنا بالسلامة. حتى يوسف هديت كل حياتي معاه عشان خاطر الفلوس برضو. لا اله الا الله، انت عماله تجيبي الجديد والقديم ليه بس؟ احنا في عرضك، عاوزين دمك يبقى رايق، انت عليكي ضغط جامد قوي. يا فاطمه، انت اكتر واحده عارفه ان المشاكل اللي احنا فيها دي انا السبب فيها.
كنت فاكرة ان صاحب المال ما بيغلطش ابدا. ما يجراش حاجة يا امي، ما يجراش حاجة. انت في النهاية ربيتينا وعلمتينا وكبرتينا وخليتينا احسن ناس في الدنيا. وفي الاخر جه يوسف صلح كل الغلط اللي غلطته. حقيقي العقل زينة. وانت ست العقلين يا ماما. وانت حبيبتي يا نبيلة جيت علمتيني درس في اخر عمري. انا ليه يا ماما؟ رفضت المال عشان تقعد جنب حماتك العيانة. في شرع مين ده بيحصل يا حبيبتي؟ في شرع الحب يا ماما. اسمعوا يا اولاد، انا هجمع كل الفلوس اللي عندي، هدي جزء منهم لنبيلة وولاد رياض، والباقي هتوزع عليكم بشرع ربنا. وانت يا فاطمة مش هنساكي يا شركة عمري يا مرايتي اللي ما كانتش بتوريني غير الحقيقة وبس. انا مش عاوزة غير اني اكون جنبك وبس. فلوس ايه وبتاع ايه؟ احنا على الحلوة والمرة. انا مش عارفة اقولك ايه يا ماما. ربنا يخليكي ليا يا رب يا حبيبتي، ما احرمناش منك ابدا. بس يا ريت تعفيني من هدية كبيرة دي. ليه يا بنت عفيك؟ انا ما عملتش اي حاجة استحق عليها الكرم ده كله منك يا ماما. وبعدين دي فلوس حسام ومنال بعد العمر الطويل ليك يا رب. انا يكفيني اني هفضل طول عمري شايلة اسم رياض، واكبر مكافأة من ربنا ليا انه اداني ولاد من رياض وقدرني انول حبكم ورضاكم، عشان يوم ما اتقابل انا ورياض يا ماما يكون راضي عني. ما تقوليش كده يا بنتي، ده كفاية وقفتك معايا ومع بنتي. انت تستاهلي اكتر من كده يا نبيلة. وانت يا امي، انت ام عظيمة وبتعرفي تقدري كويس اوي. ربنا يخليكي لينا يا ماما، وما يحرمناش من لمتنا حواليك يا رب. يا رب يخليكي ليهم يا رب. ربنا يسعدكم ويهنيكم يا ولادي، ويقدرنا عوضكم على كل غلطة غلطتها في حقكم.